برعاية وزارة الثقافة، أقيم على خشبة مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون في دمشق عرض مسرحي غنائي راقص بعنوان ميوزيكل قصة من الشرق، قصة قريبة لواقعنا. جمعت خبرات الشعر الغنائي مع كتابة السيناريو، بحيث تم استبدال الجمل الحوارية بكلمات غنائية ودمجها بلوحات راقصة. هي مسرحية إلا أنها غنائية، فاليوم هي بتحتوي على نصوص ملحنة ومغنات في بعض الأحيان، ونصوص محكية في بعض الأحيان، بالإضافة أنه هي بتحتوي على أغاني يعني بتأدي الأغنية دور الحوار، بدلا عن الحوار بنفوت بأغنية، نشوف أغنية منفذة مثل الأغاني النظامية، بس هي بتأدي جزء يعني بتأدي دور الحوار بديلة للحوار. كان الهدف تقديم هيك عمل شبابي كتير، فرحت أنا كتير باتجاه المعاهد، المعهد العالي للموسيقى والمعهد العالي للفنون المسرحية، ولقينا كادر كتير كبير حقيقة، فاختلفت علينا القصة من بطولة إلى بطولة جماعية. فيمكن اليوم رح تشاهدوا أنه في 52 بطل على المسرح وليس شخصية واحدة. بالأساس قالبية الميوزيكال شوية تختلف عن المسرح الاستعراضي والمسرح الأوبريتات بشكل عام، أنه هو كتير لحمة متكاملة، والقصصية فيه كتير بسيطة ومبسطة، خلينا نقول حدوتة صغيرة نقدر من خلالها نقدم العالم الموسيقي. ما بين الرقص والغناء والتمثيل أبدع 52 مشارك من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد دراما رود بقيادة المايسترو رعد خلف. دوري اللي كنت كثير مبسوطة فيه بأنه كان في عنا قسم من المغنيين يلي هن ما بيعرفوا تمثيل، أنك أنت كيف تعلميهم يمثلوا هن عم يغنوا، تبادل الأدوار، راقص كيف ممكن يعطيني شيء تعبيري رياكشن مثلا، الممثلين كيف ممكن يتفاعلوا مع كل هاد. فكان الدور شوي صعب لأنه حسيته مثل ورشة عمل، صعب وممتع بنفس الوقت. العرض فيه أغاني كتير حلوة وممتعة، فيه لوحات فنية راقصة جميلة جدا، نشغل على الدور كتير منيح بشكل حلو وبإتقان، والحقيقة الكل تعب. الطلبة أبدعوا في ترك بصمة جميلة من خلال هذا الحدث، واستطاعوا بأدوارهم البسيطة تسليط الضوء على مساهمتهم في إنجاز هذا الحدث البسيط. أخذ دور الست غالية، هي سيدة يعني مجتمع، عندها جمعية نسائية، دائما عندها شعارات بتنادي بحرية المرأة، بتكون يعني دائما عم تحرك الجو مع الخطيبات. الشاعر المستشعر، هو مو شاعر بس فكر حاله شاعر يعني، وبيحكي عن عذابه بالحب مع حبيبته، وبيدمج كل شيء عم يصير معه أحداث بحبيبته، وشخصية رائعة. قصة العرض هي بتكون عن حفلة، تكون مثل حفلة إنه لطلاق بنت الست، ابن الست غالية وبنت المختار أبو الورد، وبتدور الأحداث وبصير فيها الصراعات وتنتهي هيك بحتوتة حلوة إن شاء الله تعجبكم. دوري بكون ضمن الخطيبات الأربعة يلي بيجي الشاب اسمه جاد من برا البلد، بده يختار واحدة من بيناتهم، وأمه الست غالية هي اللي نحن بنكون معها فريق واحد، فهو بيجي على البلد على الضيعة لحتى يطلق، بس بعدين ما بيطلقوا ومنضل نحن مع حلف واحد. دورنا بالعرض بنكون شباب الحي، بنقدم لوحات رقص مع باركور حركات هوائية يعني. حكاية الفرح والحب بلغة معاصرة انمزجت فيها ثقافة الشرق مع الغرب بطريقة كوميدية وفق طابع درامي استعراضي.